بشكل تاني. أنا بصراحة في دول عارضت هذه الاتفاقية، أنا والله ما تهمني حاجة، هنقول لكم هذه الدول لا تهمني رأيها ولا شو يقولوا في هذه الاتفاقية ولا في غيرها. أنا يهمني أبناء هذا الوطن إن هم يفهموا ماذا يفعل عبد الحميد ولا ماذا تفعل هذه الحكومة، وهذا هو بشكل أو بآخر بلدي ووطني وشعبي، هو اللي يهمني. وأنا يهمني أي واحد مواطن يبي يسأل سؤال ويتوق للإجابة الحقية، أنا بنجاوبه ومستعد نمشي له حتى في بيته ونعطيه هذه المعلومة. وتركيا راهي واحدة من الدول اللي في العالم نتعاون معها، تركيا ونتعاون مع كل الدول، مع كل ما هيش مختصة باتفاقية معينة ولا ببرنامج معين ولا بشيء. وهذه من حقنا ومن حق أي حكومة أن هي توقع مذكرات تفاهم باش تقدر التعاون لصالح بلدانهم، كل بلد يرى في مصالحه، ودائما تتلاقى إرادة مصالح البلدان مع بعضهم ونتفاهم، وهيك الناس تخدم وهيك العالم والدولة كيف تمشي. احنا نراه في النفط والغاز اليوم خصوصا بعد مشكلة أوكرانيا وروسيا، أصبح الطلب على الغاز طلب شديد جدا، وإحنا ربي حبانا من النفط والغاز في كل مكان ولله الحمد، في الصحراء، في الساحل، في البحر. البحر اليوم أصبح عنده أهمية كبيرة جدا، وخصوصا في بحر الأبيض المتوسط. لن نتركه بصراحة. التقسيمة هذه جد إن أعطتنا مساحة إضافية، منطقة إقليمية حنستكشف فيها النفط بعون الله، ولكن ما نقدر ندير حاجة بروحي، لابد نتعاون مع كل الدول الجارة والصديقة والشقيقة واللي تفهم والشركات اللي تدير، وهذه جزء من الاتفاقية، وحندير اتفاقيات كثيرة مع كل الدول للتعاون معنا في استكشاف وإنتاج وبيع الغاز الليبي في الأراضي الليبية الإقليمية اللي ما فيش حتى واحد نزعنا عليها، وكل واحد راه يدافع عليها أرضه. احنا عندنا مشكلة حقيقية في مع بعض الدول، عندنا لجنة مشتركة وعندنا محكمة بيناتنا، وفي المسافة اللي بيننا احنا وبين جزيرة كريت لابد هم يجوا عند القضاء والقضاء العالمي والمحاكم الدولية ويحلوا عمان المشكلة. وكان هذه المشكلة ما زالت قائمة، وحنطلب حقنا ولن نتنازل عليه في كريت. مش تو هم يعدوا يتفقوا باش احنا يبونا ننسوا المشكلة اللي عندنا في اللي بيناتنا وبين جزيرة كريت. جزيرة كريت المياه الإقليمية عندنا عليها معها اختلاف، احنا نبوا فيها وهم بدوا ينقبوا فيها حتى هم، واحنا لن نسمح بهم، ولابد من ان احنا نتوافق مع اصدقائنا في ان احنا ندافع على حقنا، حق ليبيا في جنوب كريت في المياه الاقليميه او في البحر المتوسط. هذه بشكل عام.